رسميه لخوض مقابله غدوه ضد بيترو اتلتيكو، ونفس الشيء غالين الشعليلي اللي شارك في مقابله المرسى لمده ربع ساعه. وهبي الترجي الرياضي التونسي غدوه مطالب كذلك بالانتصار على بيترو اتلتيكو باش يخلي حظوظه كذلك اوفر موجوده ومتوفره للوصول للدور القادم. وعلاش؟ على خاطر بيترو في الصداره بست نقاط، انتصار الترجي اليوم على غدوه عفوا على بيترو يخلي الترجي في الصداره بست نقاط. مباراة أمام فريق بيترو أتلتيكو، فريق منظم، يعني مجموعة متاع بيترو أتلتيكو عندها سنين خذت ثقة في روح، كيف ترجي اليوم صحيح فما ملاعبية جدد، ولكن أمام خيار واحد وهو تحقيق ثلاثة نقاط. علاش نحكيه الملاعبية جدد؟ لأنه ما هوش نفس الترجي هذا اللي كان قبل يمشي ونقوله ما نخافوش عليه في الواحد، لأنه مازال الفريق دوبل أبدا. لكن مباراة كما اليوم مباراة بيترو أتلتيكو، نتصور المدرب طارق ثابت يعني حضر المباراة على أحسن وجه، لكن نتمنى يكون يعني اليوم الترجي يلعب بطريقة هجومية وبطريقة أحسن برشا من يلعب فيها مباراة الهلال السوداني. محمد أمين توقاي وسين مريح سي حكينا عليهم برشا والأخطاء اللي قاموا بها، ولكن استناوا ردة فعل، لأنه كما محكينا نهار الاثنين الملاعبية هذوما الزوز خاصة يسين مريح وقت اللي يتحط عليهم ضغط كبير يرجعوا ويظهروا أحسن ما عندهم، معناه ويقدموا مباريات كبيرة، والدليل مباريات دوري الإفريقي لكرة القدم. كيف بالنسبة للملاعبية الأخرين، نحكي على المدرب خاصة طارق ثابت، نتمنى اليوم يعتمد على بعض الملاعبية في اللي بوست متاعهم، وبالتحديد الملاعب يانساس نتمنى يكون لاعب رقم 10 حتى لو كان اضطر بأنه يلعب لاعب وسط على الجهة اليمنى. علاش حكيت على يانساس؟ لأنه الملاعب هذا لازم يكون متحرر أكثر، لو كان يقعد على الجهة اليمنى رينا حتى في مباراة الهلال السوداني في السودان قدم مباراة سيئة للغاية، دوره الدفاعي ما يعاونش برشا في الدفاع، كيف ما ينجمش يقعد محصور على الجهة اليمنى، هو ملاعب يحب يكون ليبر ويقدم لك الحلول، ملاعب يعطيك دي باس كلي ولي باس اللي ما بين ليني وحتى يكسروا ليني والخطوط متاع ليكيب الأخرى. على ذاك من هم الملاعبية اللي نصورهم كيف في عودة رودريغيز اليوم مع يانساس كيما حكيت عليه، لازم لاعبيه مهمين برشا في منظومة الترجي ويعاونوا برشا في الخدمة القدام بالنسبة لطارق ثابت. غيلان شعلالي في الوسط، هل أنه بيش يشارك وإلا لا بيش نستناه، لكن نتصور الترجي الملعبية اللي عنده في الوسط قادرين يكفيه، فقط الاعتماد على أهم الملعبية كما نحكيه على مثلا على غيث الوهابي اللي كان من أهم الملعبية في دوري الإفريقي يكون أساسي. هو رسميا غياب زكريا العايب مش يكون موجود رغم الفحوصات اللي قام بها، الحمد لله سلامات زكريا ما فما حد شيء يستوجب الخطورة. لكن هنا مادي خلينا نحكي معاك على الأرقام، لغة الأرقام تقول الأخر هزيمة أخسرها تعرض لها الترجي وقت اللي هو يستقبل في رادس كانت نهار 12 مايو، 7 شهور الترجي كي يستقبل ما يخسرش، اخر هزيمه نهار 12 مايو ضد الاهلي المصري، رقم كبير معناتها الحق ما نجم كان يبشر بالخير لممثل تونس الترجي الرياضي التونسي اللي استنى فيه مباراه يعني الحقيقه خلينا نقولوا ماهيش سهله بجمله يعني بتاتا. المدرب طارق ثابت حضر كما ينبغي نتصور للمقابله هذه، خاصه في الحصه التدريبيه الاخيره اللي ركز على الفينيسيون قدام المرمى مع مهاجمينه، يعني الكره اللي لازم تجي للترجي الرياضي التونسي لازم يحولها الاهداف في اللقاء هذا ما فماش. ونتصور انا عوده رودريغيز كابيتالو في وقت على الاخر في اللقاء هذايا، على خطر لي بان بالكاشف كونه انا قلت لكم ديجا من الحصه اللي فاتت كونه غياب رودريغو باش يكون مؤثر، تخالفتوا معايا شويه وقتها، لكن هاو كبان بالكاشف كونه رودريغو عنده البوان تاعه وعنده مكانه الاساسي في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. فاش في الفينيسيون كي تجي كره قدام الكاش يحطها في الكاش، انا متصور رودريغو باش يجي كور معناها مواتيه باش يسجل اهداف، ونتصوروا كونه مش يستغلهم الكور هذوما. المدرب طارق ثابت تخدم زاد في السيونس الحمد لله، معناتها اوروزمون كونه الترجي رتح للشارنيير سنترال ورتح عدة عناصر أساسية في لقاء المرسى اللي فات. نتصور أنا توقاي ومريح كيف تم تريحهم يعني في اللقاء اللي فات مش يرجعوا أون فورم، وزيد ما تنساش لي كريتيك اللي توا على ظهرهم، وكما قلنا زوز لاعبين هذوما كي يبداو يلعبوا تحت الضغط، ومعناتها فما معناتها دي كريتيك حادة أونفير لي دو جوغ هذوما، يعطيوك 2000% ويلعبوا من غير حسابات ويوريو دورهم القيادي على الميدان. الترجي الرياضي التونسي مش يلعب في بيترو أتلتيكو اللي هو شفناه يعني في رادس كيفاش يلعب، ونتصور انا سيونس دو فيزيوناج نتاع لقاء النجم الرياضي الساحلي وبيترو أتلتيكو باش تكون نافعه للفريق هذايا، باش يعرف الترجي الرياضي التونسي كيفاش يتعامل مع الفريق هذايا تكتيكيا، على خاطر اللي قوي برشا الفريق هذايا تكتيكمون، يعني مش باش يكون بالادفيرسير الهين للترجي الرياضي التونسي اللي نحن نأملو كتوانسه باش يحقق الانتصار في الجروب سي في اللقاء هذايا اللي هو باش يكون كابيتال على الاخر. وهبي
عودة ركائز الفريق في الترجي قلنا غالين رودريغيز، ولكن زاد خلينا نحكيو على الارقام بلغة الارقام. اللي الترجي ما يخسرش وقت اللي هو يستقبل في رادس اخر مقابلة رسمية نهار 12 مايو ضد الاهلي المصري، ودعم جماهير الترجي وقوة الترجي في جماهيره. نربط بزوز حاجات قلته ممير تويكا، قوة جماهير الترجي وحضورها في المباريات، واخر هزيمة نتفكر الناس الكوليكا كانت بغياب جمهور الترجي. صحيح الترجي ما كانش الفورمة في المباراة هذيك ولا حتى في البريود هذيك، لكن نعرف قيمة جماهير الترجي وقت اللي تكون حاضرة في المباريات وفي دعم فريقها. الحقيقة مباراة مش سهلة، ولكن كي نحكيو على حضور جماهيري كبير برشا باش يكون في مباراة بيترو أتلتيكو غدوة، باش نحكيو على مساندة كبيرة باش يعاون الفريق، لأنه الروح اللي يعطيها الجمهور للملاعبية باش يلعبوا في المباراة ويحضروا روح كبيرة برشا. عودة أهم الملاعبية بالنسبة للترجي كما حكينا عليهم رودريغيز وغيلان الشعلالي باش تكون عودة مهمة. كيف كيف نتصور اهم عوده بالنسبه للترجي في المباراه هذه هي عوده اهم الملاعبيه نتاعو في القيمه نتاعهم، يهبطوا احسن يعني يهبطوا يقدموا احسن اداء. كما ما حكينا على ثنائي محور الدفاع، نحكيوا على ياسين مرياح محمد امين توغاي. نستنى غدوه، نستنى ملاعب نحب نحكي عليه هو محمد بن علي يقدم وجه اخر عكس مباراه الهلال السوداني. بوغره كذلك، وسام بوغره جاهز لمقابل تلغد. بوغره يقولوا له خيان وسام بوغره باش يكون حاضر وعلى ضمه الاطار الفني في مقابله تلغد. بوغره كيف كيف بوغره للاسف في المباريات الاخرى عدم اعتماد عليه، رجع بوغره كما لانه كان يعاني مخالفات اصابه سابقه وهذا نقوله للاسف. عودة بوغرة عودة كيف كيف ستيل جو متاع الترجي 4-2-3-1، هذا اللي حكيت عليه أنه أهم نقطة بالنسبة للترجي خاصة على أرضية ميدان ويلعب الأسلوب هذا اللي يعاونه برش. الترجي صحيح غدوة باش يحل اللعب أمام فريق بيترو أتلتيكو، لكن يحسب حسابه لأنه فريق موسه عنده ملعب اسمه جيلبرتو عمره 22 سنة الملعب الأنغولي هذا ملعب يختير. كيف كيف مهاجم اللي نقول عليه ونعاود 29 سنة عمره غونزالو غيديش سجل زوز أهداف في مباراة اللي تعدات ما بين النجم الساحلي وبيترو أتلتيكو باش نعرفوا قيمة الفريق هذا. يعني دفاع ترجي والترجي كل مش باش يكون أمام فريق سهل وسهل ميراس، فريق عنده خبرة إفريقية اكتسبها في السنين الأخرى والفريق مستنس بعضه في آخر عامين وثلاثة سنين. يعني هنا الترجي لازم يعرف روحه كيفاش باش يلعب. عودة الجماهير أنه طارق ثابت يعول على كل ملاعبي، يعني يعول على التشكيلة المميزة اللي عنده، يهبط بأسلوب 4-2-3-1 نعتبر الأسلوب المميز في الترجي حاليا. الكل نقاط تخلي الترجي غدوة ما نقولش في طريق مفتوح، ولكن في طريق من أجل تحقيق الانتصار. هذا الكل مع الحيطة والحذر من فريق منافس يمتلك إمكانيات كبيرة خاصة على المستوى الفني. مهدي بن سليمان، الناس كل إشادة بالإطار الفني لبيترو أتلتيكو، المحترفين اللي عند الفريق هذا وبالقيمة الفنية الملعبية اللي عنده. صحيح، نعرج على كلامه على كلام وهبي المهاجم قديش، يعني الحق بتاع ربي مهاجم من تينة الكبار وعنده محترفين المدرسة البرازيلية والمدرسة البرتغالية في الفريق هذا. الحق معناتها تخلي الفريق هذا مراهن جدي باش يترشح في الدور القادم في المجموعة هذه. مجموعة كما قلنا قبيلي كومبليكي، وفريق يعني ورينا اللاعبين نتاعو كوستو على الاخر سور تيران، يلعبوا من اجل الفريق، يلعبوا من اجل الانتصار، يعني ما يساوموش كيف يجيو في ديبلاسمون لتونس كما شفنا في لقاء النجم الرياضي الساحلي. نتصور الترجي الرياضي التونسي قرا حساب الامور هذه الكل، وما نتصورش يعني فما عنصر المباختة في المقابلة هذه، على خاطر لي مقابلة النجم الرياضي الساحلي وبيترو أتلتيكو ما تنجم تكون كان إيجابية للترجي الرياضي التونسي اللي نتمنى انتصاره في المقابلة هذه وانتصار النجم الرياضي الساحلي. الحق متاع ربي خليهم تعاود يعني الحسابات من الأول جديد في المجموعة هذه، وبطبيعة نتمنى الحظ موفق الممثلي تونس. والله كل التوفيق للترجي. غدوة 8 متاع الليل الترجي الرياضي التونسي يستقبل بيترو أتلتيكو في ملعب المرحوم حماد العقربي برادس. خلي نحكي